السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم سندرس المحاضرة السادسة من امتحان Topic 1، وأهداف اليوم أو موضوع اليوم سنتحدث أولاً في الاستماع حول تلخيص لموضوع النص بكلمة كلمات معينة مثل كلمة شكر أو دعوة موضوع هذا النص أو مثلاً طلب تقديم أو تعريف وإلى آخره، وثانياً سندرس أو سنتعلم إعطاء سبب لتصرف أو موقف شخص معين من خلال هذا النص، هذا بالنسبة بالاستماع اما بالنسبه للقراءه فسندرس اليوم اولا ترتيب الجمله المذكوره في السؤال ترتيبا صحيحا وثانيا سندرس كيف نضع الجمله المذكوره في السؤال في المكان المناسب لها حسب او في الفقره المناسبه لها حسب السياق هذا بالنسبه لما سندرسه اليوم في محاضرتنا 요즘 집안에 실내 정원을 만들고 싶어 하는 분들 많으시죠? 하지만 꽃을 심고 정원을 가꾸는 게 보통 일은 아닙니다. 이럴 때 도움을 받을 수 있는 책이 한권 있는데요. 이 책에는 꽃을 키우는 방법들이 사진과 함께 있어

요즘 집 안에 실내 정원을 만들고 싶어 하는 분들을 많으시죠. 하지만 꽃을 심고 정원을 가꾸는 게 보통 일은 아닙니다. 이럴 때 도움을 받을 수 있는 책이 한권 있는데요. 이 책에는 꽃을 기우는 방법들이 사진과 함께 있어 배우기가 아주 쉽습니다. 또 봄 تو اذا هذا النص اما بالنسبه للسؤال رقم 25 فالسؤال هو عن ماذا يتحدث هذا النص ما هو موضوع هذا النص بالانتقال الى الكلمات والقواعد اولا لدينا كلمه تشيب ان داخل البيت داخل البيت شله داخلي وتونون جنينة أو حديقة. كوش شيمتا يزرع الورد. شيمتا يزرع. كاكودا يزرع النباتات أو يهتم بالنباتات. بوتونغ إيل شيء عادي أو أمر عادي. كون هي وحدة لعد الكتب. مثلاً ممكن نقول هن كون تو هذه هي وحدة عد الكتب. ولدينا كلمة كوش كيودا يزرع أو يربي الأزهار. وبانبوب بوب طريقة طريقة. أما بالنسبة للقواعد أيضا فلدينا قاعدة كيغا شبتا هاجيغا شبتا أوريبتا هيمدلدا مثلا سهل وصعب من السهل أو من الصعب مع اسم مثلا سهل الطبخ سهل القراءة أيضا لدينا كلمة تونيو أنواع أو نوع لدينا أيضا فعل بلس ننجي بوتوم إيري عنيدا هذا الأمر ليس بالأمر العادي، مثلا الطبخ ليس بالأمر العادي أو هكذا، أيضا لدينا فعل أو أفعال المساعدة، ماذا نستخدم مع مساعدة أو ساعدة؟ نستخدم أولا فعل تومل باتا يحصل على المساعدة، ثانيًا تومل تشودا يعطي المساعدة أو الصيغة الاحترامية تريدا يعطي المساعدة لشخص يجب أن نحترمه. لدينا أيضا تومي بيريو أحتاج إلى مساعدة ولدينا أيضا تومي يوتشونغ أطلب المساعدة إذا هذا بالنسبة لي قواعد وكلمات هذا النص أما بالنسبة للأمثلة المذكورة في هذا النص أمثلة على القواعد المذكورة في هذا النص لدينا الأمثلة التالية كتبت لكم الأمثلة التالية أولا 영어는 تاريوغا 많아서 공부하기가 شبسميدا

يوجد في بيتنا حديقة صغيرة زرعت فيها أمي الكثير من الزهور الفعل هنا هو شمتة والاحترام هو شمشتة يزرع أو زرع الجملة التالية تومي بيرو هاميون سيو بيرو هاميون إذا احتجت إلى مساعدة قل لي كانانا سرم دريكي تومي جوغو شبويو أريد أن أساعد أو أريد أن أعطي أو أقدم مساعدة للفقراء بالعودة إلى السؤال، السؤال رقم أولا 25 إيشيب أوبون. عن ماذا يتحدث هذا الموضوع؟ أولا كمسا الشكر، ثانيا بوتاك طلب أو خدمة، ثالثا شين تقديم لشيء معين، ورابعا سوكي، والإجابة الصحيحة هي رقم أربعة، تشونغ أربعة، سوكي لأنها لأنه يقدم لنا كتاب أو المرأة تقدم لنا كتاب. اما بالنسبه لسؤال 26 سؤال 26 سنختار الجمله الصحيحه او الجمله المناسبه لهذا النص بقراءه الجمل المذكوره في هذا النص اولا شيل أو كوكو기가 آه الاهتمام بالحديقة الداخلية أمر ليس صعب وهذا خطأ لأنه قال أن الأمر بوتون يرن أنيدا يعني أمر ليس سهل ليس بالأمر السهل ثانيا يتشجن شلة ماندلتي هذا الكتاب يساعد عندما آه نحتاج أن نصنع حديقة داخل المنزل وهذا آه الكلام صحيح ثالثا يمكن أن تعرف أنواع حدائق عندما تشاهد هذا الكتاب وهذا الكلام ليس صحيح لأنه لم يذكر في النص وأخيرا تعلم كيفية الاهتمام بالزهور أمر سهل أو عفوا صعب ولا يمكن معرفته من خلال الكتب وهذا الكلام ليس صحيح لأن الكتاب يقدم لنا معلومات كافية من خلال الصور كما ذكر النص إذا الإجابة الصحيحة هي رقم اثنان تونغداب اثنان الان ننتقل الى الترجمه العربيه لهذا النص ترجمه باللغه العربيه لما قدمته المراه او لما قالته المراه هذه الايام هناك الكثير من الاشخاص الذين يرغبون بعمل حديقه منزليه داخل البيت اليس كذلك لكن مساله زراعه الورود والاهتمام بها في البيت ليس بالامر السهل في هذه الحالة هناك كتاب يقدم لكم المساعدة. في هذا الكتاب توجد طريقة طريق طريقة لزراعة الورود مع الصور، لذلك فهو أمر سهل التعلم. ومن الممكن أيضا معرفة أنواع الورود التي يمكن زراعتها في الربيع والصيف والخريف والشتاء. 다음 주부터 방학이라 인사드리러 왔어요. 어, 어서와요. 이번 방학에는 뭐할 거예요? 방학을 좀 특별하게 보내고 싶어서 자전거 여행을 해보려고요. 음, 자전거 여행 좋죠? 힘들기는 하겠지만 좋은 경험이 될 거예요. 네. 그리고 기타도 한번 배워보려고 해요. 새로운 걸 배워보는 것도 좋겠네요. <목소리도> 아, 히와드 بين الرجول ا ل م ر ة 아, الحوار يقول 선생님 안녕하세요. 다음 주부터 방학이라 인사 드리러 왔어요. 아, 레줄이야 ق و ل 어 어서 와요. 이번 방학에는 뭐할 거예요? 알마다 ق و ل 방학을 좀 특별하게 보내고 싶어서 자전거 여행을 해보려고요. 아, 와 라줄이야قول 음 자전거 여행 좋죠? 힘들기는 해, 하겠지만 좋은 경험이 될 거예요. 알말 아드콜 네, 그리고 기타도 한번 배워보려고 해요. 와라졸 야콜 새로운 걸 배워, 배워보는 것도 좋겠네요. طيب هذا بالنسبة إذا لسؤال رقم أو للقراءة في رقم 27 و 28 وبالانتقال إلى القواعد والكلمات الموجودة في هذا السؤال أولا لدينا قاعدة هارو وسايو هارو كاسايو هارو واتا هارو غاتا ذهبت أو أتيت لي مع ذكر السبب القاعدة الثانية لدينا آه الاسم بلس إيرا أو را آه أيضا الاسم والسبب لأن الآن مثلا عطلة بانها جيرا القاعدة الثالثة تكبر هاجيب يمضي وقت بشكل مميز أو بشكل خاص تكبر هاجيب شبتا أريد أن أمضي أمضي هذه العطلة بشكل مميز أو بطريقة مميزة القاعدة التالية فعل بلاس بودا بلاس أريوكو يسعى لأن يجرب شيء أو ينوي لأن يجرب موضوع معين والقاعدة التالية كينن هجمان كينن هجمان كينن طبعا بلس صفة ولكن مثلا طبعا هذا الأمر صعب أو كان صعب أو سيكون صعب ولكن طبعا الدراسة صعبة ولكن طبعا الدراسة ستكون صعبة ولكن طبعا الدراسة كانت صعبة ولكن بغض النظر عن الزمان آه القاعدة التالية آه فعل plus ننغوتو فعل هذا الشيء أيضا سيكون جيد أو من الجيد القاعدة التالية كو الشيء الذي تريد أن تفعله مثلا موكو الشيء الذي تريد أن تأكله هاغو شيبن الشيء الذي تريد أن تفعله والقاعدة التالية لدينا فعل هذا ويصبح حسب النص يصبح هانن وهو مثلا هان بلس اسم الذي سيفعله أو الذي فعله والقاعدة الأخيرة هل كيوجيدا أخطط أن أفعل هذا الشيء مثلا يوهين هل كيوجيدا أخطط أن أذهب في رحلة هذا بالنسبة لقواعد السؤال وبالنسبة لأمثلة سأعطيكم أمثلة على هذه القواعد المثال الأول تشيك سارو والسويو أتيت لأشتري كتابا سارو والسويو ثانيا تشيغن بانها شيغاني معنايو الآن عطلة ولذلك عندي وقت كثير ثلاثة. بإنجارة تكبرها جيب هناك وشبايا. أريد أن أمضي العيد أو العطلة بشكل خاص أو مميز. تمارس بيانو بيو بوريو هيو أريد أن أو أنوي أن أتعلم. أسعى أن أتعلم البيانو في عطلتي نهاية الأسبوع. تروب حاميان هاجو شبن إري مويا. ما الذي تريد فعله إذا تخرجت أو عندما تتخرج؟ تروب 주말에 한게 뭐였어요? ما الذي فعلته في الاجازه؟ الذي فعلته؟ 한게 뭐였어요? 추석 때 제주도 갈 계획이에요. أن أذهب إلى جزيرة جيجو في عيد 추석. هو عيد الشكر الكوري. آه إذاً 갈 أن أذهب. 아랍어는 어렵긴 اللغه العربيه صعبه ولكنها ممتعه. والجمله التاليه بان دراسة اللغة الإنجليزية لا بأس بها أو لا بأس بدراسة اللغة الإنجليزية في العطلة أيضا إذن هذا بالنسبة للأمثلة على السؤال هذا وبالعودة إلى السؤال مرة أخرى أولا لدينا سؤال رقم 27 آه عن ماذا يتحدث آه هذان الشخصان في النص؟ آه الجو الرقم واحد الاختيار الأول: بانغ شيبون الأمر الذي يريد أن يفعله أو تفعله المرأة في العطلة. آه السؤال الثاني أو الإجابة الثانية: بانغ هان سيرون الشيء الذي فعلته المرأة في الإجازة. آه هذه الإجابة خطأ لأنها لم تفعل ليس بعد، السؤال ذُكر فيه فيه إذا سوف تفعل من يعني الأسبوع القادم إجازة. الإجابة الثالثة: الرحلة التي ذهبتها المرأة، ذهبتها أيضا ماضي لذلك خطأ. ورقم أربعة: 방학 때 만나고 شيبون 사람 الشخص الذي أريد تريد المرأة أن تقابله في الإجازة وهذه الإجابة خطأ لأنه لم يذكر أي شيء أو أي معلومات حول من تريد أن تقابل المرأة إذا الإجابة صحيحة هي رقم واحد بانهكتي هاكو شيبون إيل الشيء الذي أريد أن أفعله في الإجازة إذا تونغ داب رقم واحد هذا بالنسبة إذا لسبعة وعشرين بالنسبة لثمانية وعشرين إيشي بالبان <سؤال> 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 ما هو ما هي الجمله الصحيحه حسب ما سمعت من الحوار الجمله الاولى يوجانن يوجم كيتار بيوكو اسميدا المراه ستتعلم الجيتار عفوا الان هي تتعلم الجيتار بيوكو اسميدا كو ايتا يعني الان هي تتعلم وهذه الاجابه خطا لانها قالت بيوريوكو هامنيدا اريد ان اتعلم اسعى لي او انوي لي رقم اثنان يوجانن بانهاكي يوهينغل هل كيوكو المرأة تخطط أن تذهب في الإجازة في سفر أو تسافر رقم ثلاثة يوجانن تاجونغو يوهيني هم دروسو المرأة تكره ركوب الدراجة والسفر بالنسبة لها ركوب الدراجة متعب لذلك تكرهه هذه الإجابة خطأ لأنها قالت أنها تريد أن تذهب باستخدام الدراجة برحلة لذلك هذه الإجابة خطأ. والإجابة التالية. 여자는 다음 주에 선생님을 찾아갈 겁니다. المرأة ستذهب لترى أو لتقابل يقابل الأستاذ أو يزور الأستاذ الأسبوع القادم وهذا خطأ لأنها قالت لأنها الآن تتكلم مع الأستاذ في مكتب أو في أي مكان لذلك الإجابة الصحيحة هي رقم اثنان يوجانن فانها جيوهينغ هل

요즘 입학 때라 많이들 만드시네요. 네. 우리 아이도 자기 통장을 갖고 싶어 해서 선물하려고요. 좋은 생각이세요. 자기 통장이 생기면 돈을 모으는 즐거움을 느낄 수 있을 거예요. 참, 아이 도장은 가져오셨죠? 도장이 필요해요? 안가져왔는데 그냥 내일 다시 와야겠네요. 그럼 내일 아이도 데리고 오세요. 은행에 와서 직접 통장을 만들면 더 좋아할 거예요. 29 <목소리도> 29 아, 여자와 남자가 대화하고 있어요. 그리고 그대이 아이, 장을 하나 만들려고 하는데요. 아, 린이 동장요? 요즘 입학때라 많이들 만드시네요. 네, 우리 아이도 자기 동장을 갖고 싶어해서 선물하려고요. 은 좋은, 생각이, 좋은 생각이세요. 자기 동장이 생기면 돈을 모으는 즐거움을 느낄 수 있을 거예요. 참, 아이 도장은 가져오셨죠? 알마라다 골. 도장이 필요해요. 안 가져왔는데 그냥 내일 다시 와야겠네요. 알라졸리 골. 그럼 내일 아이도 데리고 오세요. 은행에 와서 직접 동장을 만들면 더 좋아할 거예요. 암. 하단나스. بالنسبة للقواعد والكلمات المذكورة في هذا النص فأولا لدينا كلمة أي تونجان أو أوريني تونجان دفتر حساب تونجان دفتر حساب لطفل دفتر حساب بنكي لطفل تونجان الماندل ده يصنع دفتر حساب فعل بلس كلمة تيرا لأنه وقت مناسب تي يعني هو وقت أو عندما يكون هذا الوقت و تي را لأنه وقت مناسب الكلمة التالية أو القاعدة التالية تاجي مع اسم يعني باللغة العربية هذا الاسم خاصتي مثلا الحساب خاصتي أو دفتر البنك خاصتي وهكذا كاكو أريد أن أحصل على أو أريد أن أمتلك سمورادا يهدي و توون فكرة جيدة آه لدينا أيضا قاعدة فعل نن تشلغوم أو كيبومل نكيدا يستطيع أن يشعر بمتعة أو <applause> بسعادة بسبب آه شيء معين فعل شيء معين آه والقاعدة التالية أو الكلمة التالية كاجو أودا أحضر لدينا أيضا كلمة توجان ختم تيريغو أودا آه يحضر شخص يحضر شخص الى مكان معين والتقت هذا حان وقته او آه يعني الان هو الوقت المناسب لان افعل آه شيء معين <applause> اذا هذا بالنسبه للقواعد والكلمات المذكوره في السؤال بالانتقال الى الامثله على هذا السؤال لدينا الامثله التاليه تيغم معني الان هو وقت دخول الجامعه لذلك ارتفع الايجار 남자 남자가 자기 기계를 두고 갔어요. ترك الرجل آلته. 자기 기계 آلته او الآلة الخاصة به. آه المثال الثالث. 저는 과일을 따는 즐거움이 있어요. انا لدي شعور لدي شعور بالمتعه لقطفي. كايرل تانن 즐거움. شعور بالمتعه لقطفي الفواكه. 아이가 직접 요리하면 즐거움을 느낄 수 있어요. إذا طبخ الطفل بنفسه يمكن أن يشعر بالسعادة. تلقوا من كده. تيجر كاجو أحضر الكتاب. يوجا تينغورل تيريغو وسيو أحضر حبيبتك. هند فوني وري تيوسا باكول تيغا تيسو تيغا حان وقت تغيير جوالي لأنه أصبح قديما. إذا هذا بالنسبة للأمثلة على القواعد والكلمات المذكورة في السؤال وبالعودة إلى رقم 29 شيب كوبون آه لماذا آه تريد أن تصنع المرأة للطفل آه دفتر حساب؟ يوجانن وي تونجانل آيه ماندرو واحد أيجا تونل بوغو شيبو لأن الطفل يريد أن يجمع النقود اثنان أيجا تونل ماني كاجيغو إساسو لأن الطفل معه نقود كثيرة ثلاثه ايغا تونجانغ لان الان الطفل يريد يعني حان الوقت لتغيير دفتر الحساب الخاص به ورقم اربعه ايغا تاغي كاكو لان الطفل يريد ان يحصل على دفتر الحساب الخاص به والاجابه الصحيحه هي رقم اربعه ايغا تاغي تونجانغ كاكو شيبو اذا اربعه <applause> رقم ثلاثين ما هي الجملة المناسبة لمحتوى السؤال أو الصحيحة من الجمل التالية ترن اختار الإجابة الصحيحة واحد المرأة معها الآن الختم خطأ طبعا لأنها قالت أنغا جو اثنان نيل تاشي تنوي المرأة أن تأتي مرة أخرى إلى البنك غدا وهذا صحيح ثلاثة يجنن عيك إبهاك سمور جواسميدا أعطت المرأة للطفل هدية دخوله للمدرسة وهذا خطأ لأنها تقول سمّر هاريوكو أريد أن أعطي أو أنوي أن أعطي رقم أربعة يجنن أونل أوريني تونجانج المندرسميدا صنعت المرأة اليوم دفتر حساب للطفل وهذا خطأ لأنها لم تصنع لأنها قالت لم أحضر الختم وسأعود غدا إذن الإجابة الصحيحة هي رقم اثنان تونغ دب اثنان الآن ننتقل إلى القراءة، إلكي القراءة، لدينا رقم 57 أولاً ورقم 58، في القراءة سنتعلم اليوم كيف نرتب الجملة، الجمل المذكورة في السؤال بالترتيب الصحيح، وطبعاً الجمل المذكورة في السؤال سنقرأها ونفسرها ونفسر لماذا اخترنا هذا الترتيب، أولاً لدينا رقم 57، وشيبتشيلوان

أما بالنسبة للقواعد الموجودة في <applause> السؤال، أولا لدينا كلمة يوغي تَوْكِي تانيدا يوغي تَوْكِي تانيدا يتجول هنا وهناك وَيَنْيَاهَا ميون والسبب هو بيونادا مريح أو مرتاح، ممكن أن نستخدم كلمة بيونادا للقلب ماو مي بيونادا أو للجسم، ولكن كلمة بيولي هذا مريح للاستخدام، مريح لاستخدام شيء معين. لأنه مريح، بسبب أنه مريح في الاستخدام. ولدينا أيضاً كلمة تورو، تورو بشكل رئيسي أو بشكل أساسي. هذا بالنسبة للكلمات والقواعد المذكورة في السؤال، وبالعودة إلى الأمثلة على هذه القواعد والكلمات. تونن المعيشة هنا بالنسبة لي حقاً مريحة. اثنان. كاتغا هونغون بودا البطاقة مريحة للإستخدام أكثر من النقد. تونن أنا متعب بسبب ذلك العمل الصعب. وأخيراً تونن يَوْ في الصيف أسافر بشكل رئيسي أو بشكل أساسي. إذا هذا بالنسبة لي الأمثلة. وبالانتقال أو بالعودة إلى السؤال لنقرأ الجمل ونترجمها بالترجمة العربية. أولاً 주말마다 서울 سول يوجي تاجر تانيميدا يتجول هنا وهناك في سيول وهذا ليس من المنطق أن يكون بداية موضوع هذه الجملة الجملة الثانية تشارلي شينون سوري سانن السيد تشارلي هو أجنبي يعيش في سيول ثلاثة وينيا هاميان تشارن بيل وذلك لأن أو السبب هو أن المترو مريح رقم أربعة صول كوجيانغ 할 때는 주로 يركب المترو بشكل رئيسي عندما يتجول في سيول هذه الجملة الرابعة ومن غير المنطقة طبعا أن تكون هي الجملة الأولى إذا الترتيب الصحيح هو نا كا را و هذا هو الترتيب الصحيح إذا الإجابة تونغ اثنان الترتيب الصحيح مرة أخرى 나 찰리 씨는 서울에서 사는 외국인입니다. 가 주말마다 서울 여기저기를 다닙니다. 라 서울 구경할 때 주로 지하철을 탑니다. 와다 왜냐하면 지하철은 편리하기 때문입니다. هذا

어느 날 회사 هذا بالنسبه اذا للجمل الاربعه المذكوره في السؤال وبالانتقال الى القواعد او الكلمات الموجوده في السؤال نشرح القواعد والكلمات اولا لدينا قاعده او وهي نستخدمها عند ذكر السبب سبب القيام بهذا الفعل ثانيا كنيان فقط يعني بدون سبب ثالثا سائتة يقف كمول مبنى أطننج رجل ما آ أو قلنا للربط بين جملتين فيهما تصرفان متعاقبان إذا آ أو لديها استخدامان الاستخدام الأول هو السبب والاستخدام الثاني الربط بين جملتين بينهما تصرف تصرفان متعاقبان سنشرحها بعد قليل باستخدام الأمثلة والكلمة التالية كابجاجي فجأة وكتي في ذلك الوقت أو وقتها آه والكلمة التالية إيغا كندا انتهى انتهى و كُنَّا كندا أنها إذا إيغا كندا انتهى و كُنَّا كندا أنها ينهي شيء معين آه ننتقل إلى الأمثلة أولا المثال الأول إيروكي دجو 죄송해요 آسف لأنني تأخرت هكذا

أقابل أصدقائي الجملة التالية 회사 일을 끝내고 바로 집에 ذهبت إلى البيت مباشرة بعد أن انتهى يرك ناجو بارو غاتا ذهبت إلى البيت مباشرة بعد أن انتهى عمل الشركة الجملة التالية 회사 일을 끝내고 회사 일을 끝내고 바로 سأذهب إلى البيت مباشرة بعد أن أنهي عمل الشركة أنا أنهي إذن الرك نيدا ننتقل إلى ترجمة الجمل الأربعة. لدينا أربع جمل وترجمتها كالتالي: قبل ترتيبها: جي تشينغو هذا الرجل هو حبيبي الآن. الجملة التالية: ک نُنْ كُنْيَانْ كُمُّرَابَيْ صَو إِصَاصِمِيدا. وقفت أمام المبنى لأنني ليس لدي أو ليس معي مظلة. الجمله التاليه كته 어떤 남자가 저에게 와서 우산을 주었습니다 في ذلك الوقت جاء رجل ما واعطاني مظله الجمله الرابعه 오늘 회사 일이 끝나고 집에 가는데 갑자기 비가 왔습니다 في يوم من, من الايام انتهى عمل الشركه وفي طريقي الى البيت تساقط المطر اذا ترتيب الجمله الصحيح ترتيب عفوا الجمل صحيح الجمله الاولى لن تكون هي الجمله الاولى لانها بدايتها هذا الرجل هو حبيبي الان اذا هذه ليست بدايه موضوع الجمله الثانيه ايضا كذلك الامر لانها وقفت امام المبنى فجاه وهذا ايضا ليس ترتيب صحيح في ذلك الوقت الجمله الثالثه في ذلك الوقت ايضا هذا ليس ترتيب صحيح للبداية الترتيب الصحيح هو الجمله الرابعه را را

요즘도 매일 혼자 거울을 보면서 춤을 연습 연습을 합니다. 주말에는 가끔 친구들과 같이 지하철역이나 공원에서 공연도 합니다. 사람들의 박수 소리를 들으면 기분이 좋아져서 더 열심히 춤을 춥니다. 자, 이제 سؤال رقم 59 هو لنختار الجملة الصحيحة التي يجب أن تدخل في هذا النص وأين موقع هذه الجملة لدينا جملة يجب أن نضعها في المكان المناسب ولكن قبل ذلك سندرس معا الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا تيبوتو منذ, منذ منذ ثانيا كون حديقة شهاد محطة المترو كونيون عرض هنزا بمفردي كاكم أحيانا هانسان دائما بوتون عادة تاجو غالبا تمولجي نادرا كوي تقريبا أما بالنسبة للقواعد فلدينا دنغو سيل أحب فعل شيء معين وسندرس بعد قليل أمثلة آه القاعدة التالية لدينا فعل واسم فعل بلس اسم بلس جملة هذا آه نسميه الحال وسندرسه ايضا في جمله بعد قليل كونشيم ايتا عندي او ليس عندي اهتمام او اصبح لدي اهتمام باكسو تصفيق سوري صوت كيبوني جوازيدا يتحسن مزاجي سوري ر يصرخ و تشيدا يصفق نستخدم افعال خاصه ليصرخ سوري ر تشيردا و تشيدا آه، نعم هذا بالنسبة للقواعد ننتقل إلى الأمثلة الآن بالانتقال إلى الأمثلة أوريو سلتي بيانو أحببت البيانو منذ صغري الجملة التالية كنن كوي نوري تقريبا هو هو تقريبا كوي لا يغني الجملة الثالثة تونن سوري تحاجو أذهب إلى سيول غالبا أو كثيرا الجملة التالية بوتون يوشي إيرونايو عادة في أي ساعة تستيقظ بوتون تونن هانجوغو كومبو هانن غوسل توا هامندا هانن غوسل أحب دراسة اللغة الكورية الجملة التالية أماغل تروميانسا كومبو هاميدا أدرس مستمعا إلى الأغاني تروميانسا أميانسا جملة مع جملة أخرى يعني فعلين نقوم بهما في نفس الوقت وما قلت رومي همنيدا أدرس مستمعا إلى الموسيقى أو أدرس وأستمع إلى الموسيقى سرم دريه نمجا إي نمجائك باكسور تشيبو إسايا الناس يصفقون لهذا الرجل أو للرجل باكسور تشيدا وأخيرا أجيغا موسا وصا سوري رجل سايا سرخ الطفل لأنه يخاف بصوصات صرخة لأنه يخاف. طيب الآن بالعودة إلى الجمل. الآن جملة رقم أو الجملة التي يجب أن تدخل في رقم تسعة وخمسين الجملة هي الترجمة العربية هي أحببت الرقص منذ صغري. أحببت الرقص منذ صغري. هذه الأيام أيضا أتدرب على الرقص مشاهدا المرأة بمفردي. في الإجازة أقوم بعروض في الحديقة أو محطة المترو مع أصدقائي أحيانا إذا سمعت صوت تصفيق الناس يتحسن مزاجي وأرقص بجد أكثر الجملة مرة أخرى هي يصرخ الناس مصفقين وهم يشاهدون رقصنا إذن هذه الجملة تتحدث عن الرقص يصرخ الناس مصفقين وهم يشاهدون رقصنا إذا يجب أن توضع هذه الجملة في المكان الذي ذكر فيه صوت الناس أو تصفيق الناس إذا المكان الصحيح لهذه الجملة هو تيغد إذا رقم تسعة وخمسين الإجابة الصحيحة ثلاثة تونغ داب ثلاثة أه بالنسبة للجملة التالية أو السؤال التالي عفوا رقم 60 رقم 60 يكشبان أه الكلمة عفوا الجملة الصحيحة أه في هذا النص الجملة المناسبة لهذا النص الجملة الأولى تونن نالمدا تشمل ينسب همندا أتدرب على الرقص كل يوم نالمدا الجملة الثانية تونن كون يونغ بونن أحب مشاهدة العروض هذه الجملة خطأ لأنه قال أنه يقدم عروض الجملة التالية تونن يوجم تومي كونشيمي سينجاسميدا أصبح عندي اهتمام بالرقص وهذه الجملة خطأ لأنه قال أنه أوريوس منذ كان صغيرا عنده اهتمام الجملة الرابعة تونن هونجا كونواني سو كونيونغ أقوم بالعروض في الحديقة بمفردي هونجا وهذا خطأ لأنه قال أنه يقوم بالعروض مع أصدقائه إذا الجملة الصحيحة تونداب واحد تونن دالمدا تشوميليون ينسب همنيدا. اتدرب كل يوم على الرقص هذا آه هذه الاجابه صحيحه رقم واحد آه اذا هذا كل ما لدينا اليوم بالنسبه للمحاضره آه السادسه من محاضره التوبيك وسالخص لكم الان ماذا درسنا اليوم درسنا اليوم اولا في الاستماع تكي تعلمنا كيف نختار موضوع النص مثل شكر او معايده او اعلان او الى اخره وثانيا تعلمنا بعض الأفعال المهمة وبعض الأفعال الخاصة التي ترتبط بالأسماء مثل كوتشي شيمتا والصيغة الاحترامية منها شيمشيدا أو كيودا أو كاكودا درسنا الأفعال الخاصة بالمساعدة مثل تومل جودا وتومل باتا وتومل يوشاغادا ودرسنا أيضا فعل تومجانغل ماندلدا وكاجوودا أو تيريكو اودا ودرسنا ايضا فعل كاكو اذا هذه الافعال هي افعال خاصه يجب ان ندرسها ونتعلمها جيدا آه القراءه بالنسبه للقراءه الكي درسنا في القراءه كيف نرتب الجمله حسب الترتيب الصحيح المنطقي باستخدام ادوات الربط المذكوره في السؤال وتعلمنا ادوات الوصل الموجوده في هذا الامتحان مثل وينيها ميون لذلك بسبب وثانيا كريكو وكريسو وكروندي وكتي وثانيا درسنا كيف نضع الجملة المذكورة في السؤال بالمكان المناسب لها حسب محتوى أو آه موضوع النص والسياق إذا هذا كل ما لدينا اليوم في آه امتحان التوبيك المحاضرة السادسة والآن بالنسبة للكلمات الرئيسية في القراءة درسنا اليوم كلمات مثل آه نامجتشينغو حبيب وكوي تقريبا ودرسنا أيضا كلمات مثل بوتون آه عادة درسنا الفرق بين كلمة كنادا وكندا كنادا انتهى و أنهى ودرسنا أيضا كلمة صورة يسرخ يصرخ وكسورة تشيدا يصفق وأيضا درسنا كلمات مثل كوميون و كونوان حديقة و كوميون عرض ودرسنا أيضا كلمات مثل كاكم أحيانا و كيبوني يتحسن المزاج إذا هذا كل شيء لدينا في محاضرة اليوم المحاضرة السادسة من امتحان توبيك أتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا ومع السلامة